الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. الفترة اللي فاتت صدرت العديد من القرارات بخصوص الثانوية العامة، واللي كانت محط اهتمام أولياء الأمور، وكان حواليها جدل كبير جداً. مش بس كده، ده كمان خرجت العديد من الإشاعات عن تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون. عشان كده هنستعرض مع حضراتكم آخر التطورات والقرارات اللي أصدرها وزير التربية والتعليم، فتابعونا. نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك توضيح جديد عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول. وكان في التوضيح العديد من التصريحات، واللي كان من أهمها إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي هتكون امتحانات ترم عادية جداً في سنوات نقل، وهدفها إنه يعرف الطلاب مستواهم في الموضوعات المختلفة. أما الامتحانات الإلكترونية فهتعقد في المواد الأساسية، وهيكون فيها أسئلة اختيار من متعدد، وهيتم تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً وبدون عنصر بشري، وهيشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتاً لأسئلة مقالية ورقية هيتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة. وهتكون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الأوبن بوك، ولا يجوز اصطحاب كتب ورقية للامتحان، وهتتوفر الكتب الرقمية على التابلت. ووضح وزير التربية والتعليم أنه على الطلاب تحميل الكتب الرقمية على التابلت قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني. ويمكن للطالب أنه هو يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات لو احتاج ده في بعض المسائل الرياضية والعلمية. أما امتحانات المواد خارج المجموع فهتكون ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة، وإذا تعرض طالب لأي مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان إعادة في وقت لاحق. وأخيراً بتحرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وعلى الطلاب إن هم يستخدموا الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي. أما بخصوص تأجيل الدراسة بسبب فيروس أوميكرون، قال الدكتور طارق شوقي عايزين من هنا لحد ما الكورونا تخلص نبطل نعمل شغل الإشاعات ده. لما يكون في تعطيل دراسة الدولة هي اللي هتقول، وبما إن الدولة ما قالتش يبقى ما نجتهدش من نفسنا ونقول إشاعات. وقال كمان يا جماعة اللي يكتب ما نشغلش بالنا بيه، المختصة بهذا القرار هي لجنة إدارة الأزمات والأوبئة، وهي برئاسة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وكل مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسهم وزارة الصحة، ودي هي اللي بتسأل عن قرار تأجيل أو تغيير، وإحنا كوزارة بيجلنا القرار اللي هننفذه. ووضح كمان إن أي تعطيل في الحياة ما بيكونش في المدارس بس، بيكون في الجامعات وأماكن الخروج بالإضافة لحظر التجوال، لكن أهم حاجة عندهم هو تأجيل الدراسة والامتحانات، عشان كده مش وراهم حاجة غير الإشاعات. وعن امتحانات الصف الرابع الابتدائي وحالة الجدل اللي أثيرت عليه الفترة اللي فاتت، كشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل وشرح امتحان الصف الرابع الابتدائي فيما يسمى بالمهام الأدائية لطلاب النظام التعليم الجديد. وقال في منشور على الفيسبوك: لقد أعلننا سابقاً عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي، والذي يتضمن ما يسمى بالمهام الأدائية، وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للإدارات التعليمية، ولذلك أحببت أن أشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الإشاعات ودعاة الهلع والخوف. فهذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءاً أصيلاً من تقييم أداء الطالب وتقييم فهمه لمخرجات التعلم. ووضح كمان مفهوم المهام الأدائية، وقال إنها أنشطة بتقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات اللي اتدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، ده غير إنها بتعتبر دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وأكد إنه تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتين. وبكده نكون وضحنا لحضراتكم آخر تطورات ومستجدات العملية التعليمية، وبنتمنى طبعاً التوفيق لكل طلابنا في كل المراحل التعليمية، وشكراً للمتابعة وإلى اللقاء.